بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا اولاد؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هنبدا كده مع بعض. موضوع اسمه البرونكيال ازمه، سموا الله كده وصلوا على النبي. الموضوع مهم جدا 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 بدون اي نقاش. ليه؟ قال لك هو الموضوع الوحيد اللي بتحدد عندك في النظري في الشابتر بتاعه اللي هو الشابتر الريسبيريشن. تاني حاجه، الموضوع ده مكمل معانا في العمل ان شاء الله. نزل السنه اللي فاتت كيسه ب 13 درجه عن البرونكيال ازمه، كيسه مهمه قوي بتتكرر تقريبا كل سنه. خلاص طيب، فقال لك والله هو موضوع مهم جدا جدا، نركز في كل تفصيله بتتقال وكل كلمه بتتقال، ما عدا اول دقيقه ونص كده او دقيقتين، دول كلام باثولوجي مش مهمين قوي يعني. ماشي طيب، نبدا كده مع بعض يا اولاد. كلمتين باثولوجي، كلمتين باثولوجي، لازم تفهم المرض ماشي ازاي عشان تعرف احنا نعالجه بايه. خلاص نبدا كده مع بعض يا اولاد. البرونكيال ازمه خدت ان هو في الباثولوجي تبع عيله امراض اسمها الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيزز. اركن كلمه كرونيك على جنب لسه هشرحها لك، بس تعالى نمسك في كلمه اوبستراكتيف بالمونري ديزيزز. اذا هي امراض يا اولاد هتؤدي الى اوبستراكشن في البالمونري تراكت او في البالمونري اير واي. خلاص طيب، ركز كده معايا هنا. دي برونكاي بتاعت واحد نورمال، ودي برونكاي بتاعت واحد ازمتك. دي برونكاي واحد نورمال، دي برونكاي واحد ايه ازمتك. ايه الفروقات بينهم؟ لو ركزت كده يا اولاد في برونكاي الراجل الازمتك ده هتلاقي برونكو كونستريكتد شويه، ولو بصيت على الوول هتلاقي في حاجات زرقاء انا رسمها، معلش بس تخيل كده ان في حاجات زرقاء دخلت كده جوه الوول بتاع البرونكاي. ايه هي الحاجات الزرقاء دي يا اولاد؟ قال لك دي عباره عن وايت بيسيز عملت انفلتريشن للوول بتاع البرونكاي. لما يحصل انفلتريشن يا ولاد للوول، بعد فتره هتلاقي البرونكاي دي بقت اديمتس، حصل فيها اديما. فانا عندي كده حصل حاجتين يا ولاد، برونكو كونستريكشن في البرونكاي، بعد كده حصل انفلتريشن للوايت بيسيز، وبعد الانفلتريشن على طول هيحصل ايه؟ هيحصل عندك اديما. بص كده في حته بالاصفر برضو انا رسمها عندك هنا في اليومن بتاع البرونكاي، الحته اللي بالاصفر دي المفروض دي ميوكس، المفروض يعني ده ميوكس. خلاص طيب، اللي بيحصل اكسسيف ميوكوس ايه؟ اللي بيحصل اكسسيف ميوكوس سكريشن. يبقى الفرق بين النورمال والازماتيك برونكاي تلات حاجات. دي برونكو كونستريكتد يا عم الحاج، الوول بتاعها حاصل فيه انفلتريشن لوايت بيسيز يؤدي الى حدوث اديما، وعندك هنا في اليومن اكسسيف ايه؟ اكسسيف فيسيد ميوكوس سكريشن. خلاص طيب، الحاجات دي يا اولاد بتؤدي الى ظهور السيمتومز. ايه هم السيمتومز اللي عندي؟ اول حاجه، مش هو برونكو كونستريكتد؟ فهتلاقي صعوبه في التنفس، مصطلح اسمه ديسنيا. مش في عندك ميوكاس؟ قال لك فانت هتفضل تكح 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 عشان خاطر تخرج هذا الميوكاس بره الكف. طب الويزنج يا دكتور؟ قال لك الويزنج ده عباره عن صوت تزييقه او صوت شبه كركره الشيشه بيحصل عندك. نفهم بس ايه فكره الشيشه وليه بتطلع الصوت. الشيشه يا اولاد بتطلع الصوت اللي هي بتعمله ده اللي هو صوت كركرة الشيشة، عشان انت بتعدي شوية هواء في ممر ضيق، والهواء ده لو حد بيتفرج على شيشة يعني، الشيشة دي بيكون فيه مية، فالهواء بيعدي في ممر ضيق ويروح للمية فبيحصل صوت كركرة الشيشة ده. قال لك نفس الفكرة عندك، انت عندك هنا الممر ضيق وفي هنا ميوكوس، فانت بتعدي هواء في ممر ضيق وفي شوية مية فبيحصل صوت الويزنج اللي هي صوت التزييق اللي عندك دي. يبقى عندك تلات أعراض مش مهمين برضو عندي هنا. طلع لي كده دكتور تعريف البرونكال ازمه، قال لك والله هو عباره عن انفلاميشن في الاير واي او البرونكاي يؤدي الى ثلاث اعراض، ديسنيا وكف ويزنج، نتيجه ثلاث حاجات اللي هم البرونكو كونستريكشن عندك، فيسد ميوكوس سيكريشن، وانفلتريشن يؤدي الى حدوث اديما في الوول بتاع البرونكاي. خلاص طيب، ده اسباب المرض او دي تعريف المرض. احنا كده شرحنا اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، بس ما شرحناش يعني ايه كلمه كرونيك. يعني ايه كلمه كرونيك بقى يا اولاد؟ ركز كده معايا. كرونيك يعني مزمن بالعربي، بس ما تهمنيش دي يعني. بص كده، الراجل ده بيكون ماشي كده سليم معافى، ما فيش اي حاجه ظاهره عليه، وهوبا مره واحده تحصل له اتاك، تيجي له اتاك الراجل ده في صوره ديسني وكافو ويزنج، تقوم جاي حاصل عنده الاتاك، يقوم جاي واخد دواء، الدواء ده جاي هديله الاهراض ماشي، بعد كده بقى سليم معافى وماشي ماشي سليم معافى مفيش اي حاجه، قام جاي هوبا اتاك من ديسنيا كافو ويزنج، حصل عنده الاتاك، هياخد ادويه، الادويه دي هتقوم جاي مرجعه تاني، بعد كده يمشي سليم معافى وهكذا. الراجل ده شغال صح ولا غلط يا اولاد؟ لا، الراجل ده شغال غلط يا دكتور. اشمعنى؟ قال لك والله هو الراجل ده ما بياخدش دواء غير فور تريتمنت بس، للعلاج بس، تجي له الاتاك يستخدم دواء عشان يعالجها، امال المفروض يعمل ايه يا ابني؟ قال لك والله بص هنا، في فتره ايام ما كان سليم معافى ومفيش اي حاجه، في الفتره دي يا اولاد في شويه ميديتورز عماله تطلع، الميديتورز دي لما تتراكم هي اللي بتعمل الاتاك، فهو المفروض ياخد دواء هنا، ياخد دواء يمنع
طلوع هذه الميديتورز، وبالتالي يمنع حدوث هذه الاتاك. فقال لك ما ينفعش ياخد دواء فور تريتمنت بس، لازم ياخد دواء برضه فور ايه، فور بروفيلاكسس برضه. خلاص يبقى المفروض ياخد نوعين من الدواء، ادام هو مرض كرونيك في ادويه فور بروفيلاكسس عشان امنع حدوث البرونكيال ازمه، وادويه فور تريتمنت لو حصل عندي اكيوت اتاك اخد الدواء ده عشان يهدي لي الاعراض. الديفينيشن احنا خلصناه، مش هنقرا بقى التايبس بتاعت البرونكيال ازمه. التايبس بتاعت البرونكيال ازمه في منها نوعين، مش مهم، بس في منها نوعين يا اولاد، في منها اتوبيك ومنها كريبتوجينيك. يعني كلمه اتوبيك، اتوبيك يعني الرجيك، يعني كلمه الرجيك برضو يعني سبب البرونكيال ازمه دي حساسيه. في ناس بيجي لها ربو شعب، يقول لك انا بيجي لي الربو، الربو ده اللي هو البرونكيال ازمه، انا بالمناسبه بيجي لي الربو اثناء فتره الربيع، يقول لك ربو ربيعي، ما شاء الله ربو ربيعي ماشي. المهم يعني ايه الفكره يا ولاد؟ قال لك والله الفكره ان في الربيع بتزيد عندك حاجه اسمها البولينز، الا وهي حبوب اللقاح. حبوب اللقاح يا ولاد لما بتزيد في الربيع بتخش جوه الجسم، الجسم مش متعرف عليها، فبتبدا عمليه ايه، عمليه هايبر سنسيتيفيتي او عمليه الرجي تجاهها. بقول لك ان الاتوبيك او الالرجيك برونكيال ازمه بتحصل في التشيلدرن واليونج ايج، انما نادر قوي لما تحصل في الاولد ايج. اشمعنى يا دكتور؟ يا عم بص، انت النهارده او السنه دي جه فصل الربيع فخدت شويه بولينز، فالجسم اتعرف عليهم اكنهم مواد غريبه فعمل منهم حساسيه. طب السنة الجاية هيخش شوية لقاح، فالجسم لسه فاكر ايه ده، انا تعرضت للموقف ده قبل كده، البولينز دي دخلت الجسم قبل كده، فهيعمل حساسية بس الدرجة اقل. السنة اللي بعدها الحساسية هتقل، فالحساسية عمالة تقل تقل تقل. ده مصطلح اسمه desensitization، الجسم يا ولاد بيفقد حساسيته ضد البولينز بالتدريج بالتدريج. خلاص طيب يبقى الاتوبيك او الالرجيك كلمه مش مهمه، ان هو بيحصل في الشيلدرن يا عم ماشي، وهي عشان حساسيه، فانت تلاقي الاميونوجلوبلين اي عالي، والحساسيه احنا عارفين ان الماس سيلز هي المسؤوله عنها، هي اللي بتطلع الهيستامين والميديتورز. لسه نشرح الكلام ده، بس لو اديت دواء يمنع الماس سيلز ان هي تفرقع، فانت كده بتعالج المرض ده تمام زي الفل. المرض ده بيكون منتشر في العيله، هي عيله سيئه السمعه، بوزيتيف فاميلي هيستوري، معظم العيله يعني بتكون عندها حساسيه من البولينز او حساسيه من المادة اللي عاملة لي البرونكيال أزمة. على النقيض خالص كريبتوجينيك، يعني كلمة كريبتوجينيك حاجات تانية، أسباب تانية غير الحساسية فسميناها كريبتوجينيك ماشي. طيب نيجاتيف فاميلي هيستوري، مش شرط أصلا العيلة كلها، نورمال اي جي اي لأن هي مش نوع من انواع الحساسيه، فالاميونوجلوبلين اي مظبوط. هتاخد ماس سيل ستابلايزر، طب هي فايدتها، ما الماس سيل يا ابني ما بتفرقعش، الماس سيل اللي بتفرقع في حالات الحساسيه بس، هنا الماس سيل ما بتفرقعش. فهو لو اديت دواء يثبت الماس سيل او يمنع فرقعه الماس سيل مش هيستجيب ليه، الحاله ما بتتحسنش يعني. ايه اسباب ممكن يكون، ايه اسباب الكريبتوجينيك يا اولاد؟ ممكن تكون في صوره انفكشن سبب عدوى، او كولد اير هواء ساقع، او ستريس. العدوى دي زي الانفلونزا يا اولاد، الانفلونزا بتعمل لي برونكو كونستريكشن، الانفلونزا بنفسها كده بتروح تعمل لي برونكو كونستريكشن، او كولد اير. احنا عارفين طبعا اي حاجه كولد يا اولاد بتنجي عامله لي كونتراكشن في السموز ماس، انما على النقيض تماما الميه السخنه او الحاجه السخنه يعني الهواء الساخن بيعمل لي ريلاكسيشن في الماسلز يعني، انما الكولد اير هيعمل لي برونكو كونستريكشن. الاستريس والياتروجينيك، ياتروجينيك يعني ايه؟ يعني سببه مرض، قصدي دواء، دواء بيعمل لي ايه؟ دواء بيعمل لي مرض، دواء بيعمل لي مرض. ايه بقى الياتروجينيك؟ يعني دواء بيعمل لي مرض، دواء بيعمل لي برونكيال ازمه. قال لك في حاجات كتير، ادويه كتير هنجمعهم في الاخر ان شاء الله، انا مجمعهم لك مش لهم مكتوبين في الكتاب بس انا مجمعهم لك ماشي. انا اقول هناخدهم في الاخر. مثال مشهور، انت عارف مثال مشهور اللي هو الاسبرين، الاسبرين ممكن يعمل لي برونكيال ازمه صح؟ مش هسألك ليه لأنها مكتوبة تحت اهي. الفسيولوجي بتاع البرونكاي، كلمتين كده برضه فيسيولوجي، مش شرحنا باثولوجي وشرحنا شوية مايكرو، نشرح بقى شوية فيسيولوجي. الفسيولوجي بتاع البرونكاي، ادي برونكاي اهي يا ولاد، عليها السمبسادك المفروض بيعمل برونكو دايلاتيشن، والبارا سمبسادك المفروض بيعمل برونكو كونستريكشن. طب عليها الريسبتورز عامله ايه؟ قال لك والله اول ريسبتور اسمه البيتا 2، ده مسؤول عن السمبسادك. فقال لك البيتا 2 ده يا ولاد هيعمل لي برونكو دايلاتيشن، يبقى البيتا 2 يعمل لي برونكو دايلاتيشن، انما الام 3 بتاع الباراسمبثاتيك يعمل لي برونكو كونستريكشن لوحده، لا مع الادينوزين ومع الايه؟ مع الهيستامين. فالموضوع ده هام، الريسبتورز اللي تعمل لي برونكو كونستريكشن ممكن احفظهم في كلمه هام، هيستامين وادينوزين والام اللي هو الايه؟ الماسكرينيك ماشي. طيب
عندك بقى بروستاجلاندين عايز تحفظهم ماشي، مش عايز برضو ماشي، بروستاجلاندين اي وبروستاجلاندين اف 2 الفا. الاي بيعمل برونكو دايلاتيشن، والاف 2 الفا كان بيعمل لي برونكو اي كونستريكشن. نمسك كده مع بعض البرونكو دايليترز، مين هم؟ هي الحاجات اللي هتشغل البيتا 2. مين هم الحاجات اللي هتشغل البيتا 2؟ ممكن يكون دواء زي الادرينالين. طب يا دكتور حضرتك كتبت الادرينالين ما كتبتش النور ادرينالين. ايوه الكلمه دي مهمه، انا عايزك تتشعبط بقى في الكلمه دي، ادرينالين انا مش كاتب نور ادرينالين. ايش معنى؟ ركز كده معايا، لو حد فاكر لا قدر الله، لا قدر الله، لو حد فاكر اي حاجه كده في الاوتونوميك، كنت بقول لك ان الادرينالين ده بيشتغل على كل ريسبتور، بيشتغل على الالفا اللي هو الفا 1 و2، وبيشتغل على البيتا كلهم اللي هو البيتا 1 وبيتا 2 وبيتا 3. طيب النور ادرينالين بقى، النور ادرينالين يا اولاد كان بيشتغل على الفا 1 واشتغل على الفا 2 واشتغل على البيتا 1، ما كانش بيهوب ناحيه البيتا 2. فانا هدي النور ادرينالين ليه في حاله برونكيال ازمة؟ ده اللي موجود على البرونكاي يا عم بيتا 2، هل النور ادرينالين بيشتغل عليه؟ لا، النور ادرينالين ما بيجيش ناحيه البيتا 2. اذا النور ادرينالين ملوش اي تاثير في البرونكيال ازمة، ملوش اي تاثير فين؟ في البرونكيال ازمة. خلاص طيب، يبقى البيتا 2 اجونيست زي الادرينالين او الايزوبرينالين. لو حد فاكر الايزوبرينالين، لو حد فاكر وانا اسف يعني، ان الايزوبرينالين ده يا ولاد بنسميه نون سيلكتيف بيتا اجونيست. نون سيلكتيف بيتا اجونيست يعني دواء بيعمل استيميشن في كل البيتا، بيتا 1 وبيتا 2 وبيتا 3. طب يا دكتور ده عيبه ايه؟ قال لك عيبه ان هو بيشتغل نون سيلكتيف، انا عايز حاجه تشغل البيتا 2 بس. ده لما احنا لسه ما بنشرحش، احنا بس بنقول شويه حاجات كده، مش مجمع معايا، مش ضروري دلوقتي ماشي. بس الايزوبرينالين ده يا ولاد مشكلته ان هو بيروح يعمل استيميشن في البيتا 1، انا في غنى عنها، انا مش عايز البيتا 1 تشتغل، انا عايز البيتا 2 بس اللي تشتغل. فهو لما يروح يشغل البيتا 1 بيعمل لي مشاكل في القلب ومشاكل في الضغط، بيعمل لي تاكيكارديا وانجينا وبالبيتيشن واريزميا، اللي هي السايد افكت اللي احنا بنجمعها في حروف كلمه طابه، مش فاكر حاجه، مش مهم دلوقتي. خلاص طيب، يبقى دلوقتي البيتا 2 اجونيست يا اولاد انا شرحت اول اتنين اللي هو الادرينالين والايزوبرينالين. بعد كده دول بقى حاجات بتشغل لي البيتا 2 بس، فدول سيلكتيف بيتا 2، فدول افضل حاجه اصلا بيستخدموا، ودول اللي احنا ان شاء الله لما نخش في الادويه هنشرحهم. كنا بنقسمهم الى شورت اكتنج ولونج اكتنج. كنت بقول لك ان الشورت اكتنج يا اولاد هتلاقي في نصهم كلمه بيوتا كده، هتلاقي في نصهم كلمه بيوتا، وبص على حروف كلمه شورت هتلاقي اولها اس واخرها تي، فالادويه بتاعتي بتبدا بالاس وبتبدا بالايه؟ بالتي. سال بيوتا وتير بيوتا، سال بيوتا وتير بيوتا، سال بيوتا وتير بيوتا، سال بيوتا مول تير بيوتالين، سال بيوتا مول تير بيوتالين. خلاص طب اللونج اكتنج دول بينتبوا المقطع ايه؟ بينتبوا المقطع مترول. خلاص طيب دول البيتا 2 اجونيست. طيب نخش بعد كده على ادويه برضو بتعمل برونكو دايلاتيشن، الا وهو الكورتيزون، وخصوصا الانهيلد كورتيزون اللي بيتاخد في صوره ايه؟ استنشاق. الانهيلد كورتيزون ايش معنى يا اولاد؟ قال لك الكورتيزون بيشتغل باي تو ميكانيزمز، ميكانيزم اسمه دايركت وميكانيزم اسمه اندايركت، مش هنرغي كتير فيهم لسه شرحهم جاي. تمام طيب، البرونكو كونستريكشن هم الحاجات الباراسمبثوميميتك يعني اللي بتشغل الام 3، دول اللي هيعملوا البرونكو كونستريكشن. في الادويه دي ممنوعه يعني الادينوزين، ما نديش حاجه تطلع ادينوزين، ما نديش حاجه تطلع هيستامين، لسه هنجمعهم برضو، وما نديش باراسمبثوميميتك. الباراسمبثوميميتك غني عن التعريف يعني، راجع للاوتونوميك. لغايه دلوقتي في مشاكل؟ ده الفسيولوجي بتاع البرونكاي، لغايه هنا كلام اقل في الاهميه، نركز بقى تركيز حديدي من اول هنا. الرسمه دي اتكررت معانا ديشليار مره قبل كده، دي اخر مره تقريبا هتتكرر معانا. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان لما فيه حاجه غريبه تخش جوه الجسم وتقوم جاي مكسره لي السيل ممبرين بتاع الخليه، فيطلع من السيل ممبرين الممبرين فوسفوليبيد. لما تزيد عندي الممبرين فوسفوليبيد يا اولاد، ده بياكتيف انزيم اسمه فوسفولايبيز A2. اسمه فوسفولايبيز عشان بيكسر الفوسفوليبيد. طب اشمعنى A2 يا دكتور؟ عشان بيطلع لي مركب اسمه اراشيدونيك اسيد او اراكيدونيك اسيد، مش هنتخانق مع بعض. الاراشيدونيك اسيد ده يا ولاد ممكن يمشي في طريقين، ممكن يمشي في طريق الكوكس يصنع لي بروستاجلاندين، البروستاجلاندين دي بتعمل لي بين وفيفر وانفلاميشن، انما ممكن يمشي في طريق اللوكس، ولوكس اختصار لايبو اوكسجينيز ماشي. طيب ممكن يمشي في طريق اللوكس عشان يصنع لي حاجه اسمها الليكوترينز. الليكوترينز دي يا ولاد لما بتروح تشتغل على الريسبتور بتعمل لي برونكيال ازمه، بتعمل لي ايه؟ برونكيال ازمه. تمام طيب، يبقى تاني كده نعيد المخطط اللي احنا قلناه مليون مره قبل كده.
بكتيريا او جسم غريب هيخش جوه الجسم، يعني هيكسر لي السيل بتاعتي، فيطلع من السيل ممبرين، الممبرين فوسفوليبيد. الفوسفوليبيد لما بتزيد ده بيأكتف انزيم اسمه فوسفولايبيز A2، فوسفولايبيز يبقى هيكسر لي الفوسفوليبيد، و A2 هيكسرها الى اراشيدونيك اسيد. الاراشيدونيك اسيد ده هيمشي في سكتين، يا اما سكه الكوكس يا اما سكه الدوكس. سكه الكوكس هتطلع لي بروستاجلاندين، البروستاجلاندين بتعمل لي بين وفيفر وانفلاميشن، انما سكه اللوكس بتطلع لي الليكوتراينز، هتروح تشتغل على الريسبتور عشان تعمل لي ايه، برونكيال ازمه. طيب انت عايز تعالج البرونكيال ازمه او تمنع حدوث البرونكيال ازمه، فانت عايز توقف سكه الايه، سكه اللوكس. اول حاجه نبدا بيها يا اولاد، بقول لك ان في دواء ممنوع منعا باتا في حاله الازمه. مين الدواء ده؟ قال لك مجموعه ادويه اسمها النون سترويدلز، اشهر فرد فيهم هو الاسبرين او الساليسيليت، صح؟ اشمعنى يا دكتور؟ قال لك والله عشان الدواء ده كان بيجي يقفل لي سكه الكوكس. لما اقفل سكه الكوكس هنا بشفت شغل الاراشيدونيك اسيد ناحيه اللوكس، فيزيد تصنيع الليكوتراينز اللي بتروح تشتغل على الريسبتور وبتعمل لي برونكيال ازمه. فقال لك الادويه دي ممنوعه في الازمه، ممنوعه منعا باتا في الازمه، اللي هم النون سترويدلز. خلاص طيب ليه مرسوم على البتاع؟ هو امشي بس انت مع اسهم الدنيا هتظبط معاك. بيعملوا انهبيشن في الكوكس، يشفيتوا الاراشيدونيك اسيد للوكس باث واي، يزيد الليكوترينز عندي، الليكوترينز تشتغل على الريسبتور تعمل اكزاسربيشن او تزود البرونكيال ازمه. خلاص في مشاكل؟ طب الادويه بقى اللي هتعالج، قال لك والله انت ممكن تدي دواء يقفل الموضوع ده من فوق خالص، الا وهو الكورتيزون، الكورتيكوسترويد. الكورتيكوسترويد يا اولاد الكورتيكوسترويد بتيجي بتزود حاجه اسمها اللايبوكورتين، بتزود حاجه اسمها الايه؟ اللايبوكورتين. اللايبوكورتين ده يا اولاد لما بيزيد، هو ليبيد جاي من الكورتيكوسترويد فهو يستحق لقب لايبوكورتين. اللايبوكورتين ده يا اولاد لما بيزيد بيروح يعمل انهبيشن في الفوسفولايبيز A2، يبقى كورتيكوسترويد هتزود لايبوكورتين، تيجي تعمل انهبيشن في الفوسفولايبيز A2. فانت لما تمنع او تعمل انهبيشن في الفوسفولايبيز A2 بتمنع السكتين، سكه الكوكس وسكه اللوكس. لذلك الكورتيكوسترويد او الكورتيزون ده سحري، ده من ضمن الاسباب بتاعته. خلاص هل لغايه دلوقتي في مشاكل؟ ان شاء الله مفيش مشاكل. انت ممكن تعمل انهبيشن في الانزيم اللي اسمه اللوكس ده او اللايبوكسوجينيز بدواء اسمه الزايليوتين، فانت تمنع تصنيع الليكوتراينز اصلا، فانت ممكن تمنع السينثيسز بتاع الليكوتراينز بدواء اسمه ليه، الزايليوتين. يا دكتور مش عارف احفظها. بص يا عم، ايام زمان كان في صابونه اسمها اللوكس، هي لسه موجوده، بس في صابونه كده اسمها اللوكس لما تيجي تستحمى بيها ما بترغيش، بتبقى شبه الزلطه كده. المهم يعني دي اشاعات مش دعوه عشان نحفظ بس. فبقول لك صابونه اللوكس بتبقى شبه الزلطه، فقال لك الدواء اللي اسمه زلطه اللي هو الزايليوتين بيعمل لي انهبيشن في الصابونه اللوكس، الزايليوتين بيعمل لي انهبيشن في الانزيم اللي اسمه الايه، اللوكس. خلاص طيب في بعض الادويه يا اولاد بتيجي تقفل لي الريسبتور بتاع الليكوتراين، يعني بتشتغل كليكوتراين انتاجونيست. ليكوتراين يبقى لوكا انتاجونيست، يبقى اي اس تي ده اختصار ايه؟ انتاجونيست، ماشي. يبقى اللوكاست، الادويه دي بتنتهي بالمقطع اللوكاست، الادويه دي بتنتهي بالمقطع ايه، لوكاست. هم دوايين، دواء اسمه زفير لوكاست والتاني اسمه مونتي لوكاست، دواء اسمه زفير لوكاست والتاني اسمه ايه، مونتي لوكاست. خلاص طيب اعتقد الكلام اللي على المخطط ده سهل جدا، نراجعه كده بسرعه. بقول لك ان الكورتيكوسترويد يا اولاد هتزود لي حاجه اسمها اللايبوكورتين، تعمل لي انهبيشن في الفوسفولايبيز A2، فامنع تصنيع الاراشيدونيك اسيد، وبالتالي بمنع التو باثويز دول. لذلك الكورتيزون دواء ايه؟ دواء سحري. عندي الصابونه اللوكس شبه الزلطه، الصابونه اللوكس شبه الزلطه، فبقول لك ان الزايليوتين بيعمل لي انهبيشن في الصابونه اللوكس، وبالتالي انا كده بمنع تصنيع الليكوترينز اصلا. طيب الليكوترينز لما بتتصنع بتروح المفروض رايحه تشتغل على الريسبتور، صح؟ انت اقفل لها الريسبتور ده وبالتالي مش هتقدر ان هي تعمل لي برونكيال ازمه. بقفل لها الريسبتور يبقى بدي ليكوتراين انتاجونيست او ليكوتراين ريسبتور انتاجونيست، يبقى ينتهي بالمقطع ايه، لوكاست. مين هم يا اولاد؟ قال لك هم دوايين، دواء اسمه زفير والتاني اسمه مونتي، يبقى زفير لوكاست ومونتي ايه، ومونتي لوكاست. اعتقد الصفحه دي ان شاء الله تكون كويسه. نخش بقى على الصفحه اللي مش كويسه، ركز كده معايا هنا، ازوم لك عشان تشوف. بص كده عندي السكيما بتقول لك ايه، بتقول لك ان الكالسيوم لو زاد جوه الماس سيل، احنا عارفين ان الكالسيوم هيعمل كونتراكشن بقى في الماس سيل، هيفضل يعمل كونتراكشن لحد ما الماس سيل دي تفرقع. لما الماس سيل تسرقع الماس سيل تفرقع، ده مصطلح يا اولاد اسمه دي جرانيوليشن. دي ايه؟ دي جرانيوليشن، ده مصطلح اسمه الايه، دي جرانيوليشن. يبقى الكالسيوم لو زاد جوه المص سيل هيحصل دي جرانيليشن، المص سيل هتفرقع وتطلع البهاريز اللي جواها، تطلع محتوياتها. محتوياتها زي ايه؟ زي
زي السيروتونين والادينوزين والهيستامين. ايه ده دكتور، مش انت لسه قايل ان الحاجات دي هي اللي بتعمل لي ازمه؟ يبقى ده السبب بتاع ان الكالسيوم زاد جوه المص سيل، فلما زاد جوه المص سيل حصل دي جرانيوليشن، فلما حصل دي جرانيوليشن يا اولاد السيروتونين والادينوزين والهيستامين طلعوا، فيروحوا يعملوا لي ايه؟ يروحوا يعملوا لي برونكيال ازمه. طب الكالسيوم لو زاد جوه البرونكاي هيعمل لي ايه؟ مش كالسيوم والبرونكاي دي عضله، يبقى هيعمل لي كونتراكشن في البرونكاي اللي هو برونكو كونستريكشن، فيؤدي برضه لحدوث الازمه. اذا الكالسيوم يا اولاد ما ينفعش يزيد، ما ينفعش يزيد جوه المصاصيل والبرونكاي. ليه؟ لانه لو زاد جوه المصاصيل يحصل دي جرانيوليشن، لو زاد جوه البرونكاي يحصل برونكو كونستريكشن، والاثنين يؤدي لحدوث الازمه. طيب خد بقى الكبيره، عندي علاقه عكسيه بين السايكليك ام بي والسايكليك جيم بي والكالسيوم، يبقى عندي علاقه عكسيه بين السايكليك ام بي والسايكليك جيم بي والكالسيوم. يعني ايه؟ زاد السايكليك ام بي او السايكليك جيم بي يقل الكالسيوم. يبقى انت الهدف بتاعك في علاج البرونكيال ازمه انك تزود سايكليك ام بي وتزود سايكليك جيم بي، دول لما يزيدوا هيروحوا يقللوا الكالسيوم. طب لما الكالسيوم يقل، قال لك الكالسيوم يقل في المص سيل، يعني مش هيحصل دي جرانوليشن. مصطلح تاني اسمه ستابيلايزيشن. يعني ايه ستابيلايزيشن؟ قال لك والله المص سيل ما بيتفرقعش. ستابيلايزيشن يعني المص ايه؟ سيل ما بيتفرقعش. فانت كده لما تخلي المص سيل ما تفرقعش، انت كده بتمنع حدوث الازمه، بتمنع حدوث الازمه. يعني ايه؟ فاكرين الحته بتاعت الكرونيك اللي كنا عمالين نشرح فيها؟ كنت عمال اقول لك والراجل سليم وهو معافى كده، كان بيطلع شويه ميديتورز هي اللي تؤدي لحدوث الازمه. انت لما تمنع المص سيل ان هي تفرقع، فانت بتمنع الميديتورز ان هي تخرج، فانت كده بتبريفنت، بتمنع حدوث المرض. اذا انت كده بتشتغل كبروفلاكسز، تمام. انما لما تيجي تعمل برونكو دايلاتيشن، لما اعمل برونكو دايلاتيشن يبقى انا كده بعالج هذه الاعراض، وبعالج الدسنيا، وبعالج الكف، وبعالج الويزنج. اذا لما ادي دواء والدواء ده يعمل لي برونكو دايلاتيشن يا اولاد، اذا الدواء ده يستخدم فور اكيوت اتاك، صح؟ انما لما ادي دواء ودواء يمنع المص سيلز ان هي تفرقع، يمنع خروج الميديتورز، اذا الدواء ده يستخدم فور ايه؟ فور بروفيلاكسز. اتمنى الكلام يكون واضح. اللي عنده مشكله في اي حاجه يكتب في الكومنتات وبقابلوني ان انا رديت، ماشي؟ طيب السايكليك اي ام بي اند سايكليك جي ام بي بيقللوا لي الكالسيوم. قال لك الكالسيوم لما يقل يا اولاد، لما الكالسيوم يقل في المص سيل، المص سيل ما عادتش هتفرقع، مش هيحصل دي جرانيوليشن، من بمعنى اخر هيحصل ستابلايزيشن. فانا كده بمنع حدوث البرونكيال ازم، تمام. لما الكالسيوم يقل في البرونكاي هيحصل برونكو دايليتيشن. الله اكبر، رددوا الاذان، مش عارف اوقف الفيديو لان بقفل الفيديو الصوت بيختلف عن الصورة، حاجة زي كده يعني. يلا نرجع تاني، معلش يا اولاد، معلش والله، مش يعني انا جربتها في مره في سنه اولى يعني، وجيت اوقف الفيديو لقيت الصوره اختلفت عن الفيديو، ف
فمعلش بقى. الماسسيل لما الكالسيوم يقل جواها مش هتفرقع، يعني مش هيحصل دي جرانيوليشن، يعني هيحصل ايه استابلايزيشن فيها، فانت كده بتمنع حدوث البرونكال ازمه. انما البرونكاي يا اولاد لما يقل فيها الكالسيوم بيحصل برونكو دايلاتيشن، فلما يحصل برونكو دايلاتيشن يبقى انت كده بتعالج البرونكال ازمه. لو انت عندك اكيوت اتاك فانت كده بتعالج الايه البرونكال ايه ازمه. خلاص طيب، كان عندي معادله والمعادله دي مهروسه من ايام البايو. المعادله دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان عندك حاجه اسمها الاي تي بي. الاي تي بي بيشتغل عليه انزيم اسمه الادينايل سايكليز، فيحوله للسايكليك فورم بتاعته اللي هو السايكليك اي ام بي. بعد كده السايكليك اي ام بي لما بيزيد قوي جوه الخليه بيجي انزيم بيكسره، اسمه الانزيم ده اسمه فوسفو داي استريز انزيم، اسمه فوسفو داي استريز انزيم، بيكسره الى اي ام بي. خلاص، انت كان الهدف بتاعك ايه؟ الهدف بتاعي والله يا دكتور ان انا ازود السايكليك اي ام بي ده. ده الهدف بتاعي ان السايكليك اي ام بي ده يزيد. ليه؟ انا هزود السايكليك ام بي، بمعنى اخر هقلل الكالسيوم، فلما الكالسيوم يقل في المصاصيل يحصل استابلايزيشن في البرونكاي، يحصل برونكو دايلاتيشن. تمام. فقال لك والله انت عايز تزود السايكليك ام بي، خلاص حفز الانزيم اللي بيصنعه وتعالى على الانزيم اللي بيكسره واعمل فيه انهبيشن. يعني ايه؟ حفز الادينال سايكليز واعمل انهبيشن في الفوسفو داي استريز انزيم. هحفز الادينال سايكليز ازاي؟ بتدي ده ادويه بتشغل لك البيتا، بيتا 2 اجونست. خلاص، البيتا 2 اجونست يا اولاد بيشتغل على ريسبتور اسمه البيتا. اكيد يعني بتشتغل على ريسبتور اسمه البيتا، والبيتا ده يا اولاد نوعه جي اس، والبيتا ده نوعه ايه؟ نوعه جي اس، يعني بيعمل لي ستيميوليشن في الادينايل سايكليز. يبقى البيتا 2 اجونست دول اول عيله ادويه. تاني عيله ادويه يا اولاد اللي هم الكورتيكوسترويد. الكورتيكوسترويد يا اولاد بنفسهم كده بنفسهم بيروحوا على الادينايل سايكليز ويحفزوه، بيخشوا جوه الخليه يلاقوا الادينايل سايكليز بيروح عليه وبيحفزوه. خلاص، ده الدايركت اكشن بتاعهم. طب الاندايركت اكشن بتاعهم يا اولاد بيزودوا شغل الكاتيكولامينز. ازاي بقى بيزودوا شغل الكاتيكولامينز؟ فاكرين يا اولاد رسمه ادي اهو النيرف اندنج اهو يا اولاد، وادي فيزيكال، كانت الفيزيكال دي مليانه كاتيكول امين، ادي الكاتيكول امين خرجت بره وخرجت عشان تشتغل وبتاع. بعد ما بتخلص شغلها المفروض اللي بيمنع شغلها تاني ان هي يحصل لها ابتيك وتخش تاني جوه النيرف. قال لك الكورتيكوسترويد يا اولاد بتمنع هذا الابتيك، فتخلي الكاتيكولامينز موجوده جنب الريسبتورز، يعني بتخلي الكاتيكولامينز فتره اطول ان هي تشتغل. خلاص، يبقى الكورتيكوسترويد يا اولاد ازاي بتحفز الادينال سايكليز؟ قلت لك بطريقتين، طريقه دايركت وطريقه اندايركت. طريقه دايركت وطريقه اندايركت. ايه هي الطريقه الاندايركت يا اولاد؟ قلت لك ان هي بتنهبت الكاتيكول امين ابتيك، دي اول حاجه. تاني حاجه بتروح تحفز انزيم اسمه بنموت. طبعا انتوا مش فاكرين حاجه، بيحفز انزيم اسمه بنموت. مسؤول عن ايه الانزيم ده يا اولاد؟ ده الانزيم اللي بيحول النور ادرينالين الى ادرينالين. طب ده ميزه ولا عيب؟ ده ميزه مهمه جدا جدا جدا، انا لسه قايلها لك. عشان لسه قايل لك ان النور ادرينالين في حاله البرونكيال الازمه ما منوش ريحه اللازمه، مش مهم خالص. في البرونكيال الازمه النور ادرينالين ملوش لازمه، ماشي يا الله، في برونك الازمه النور ادرينالين ملوش لازمه. خلاص، قال لك فانت تحفز انزيم يحول لك النور ادرينالين اللي هو ملوش لازمه ده الى الادرينالين اللي له لازمه بيعالج للمرض. فانت كده بتحفز انزيم اسمه الايه؟ اسمه البنموت. يبقى تاني، انت عايز تزود السايكليك اي ام بي، هتحفز انزيم اسمه الادينايل سايكليز. هحفزه ازاي يا دكتور؟ قال لك والله البيتا، البيتا كانهم جي اس بيعملوا ستيميليشن في الادينايل سايكليز هم بس. لا، والكورتيكوسترويد، الكورتيكوسترويد بنفسهم بيروحوا يحفزوا الادينايل سايكليز وطريقه غير مباشره بان هم بيزودوا لي الكاتيكولامين اكشن. ازاي يا دكتور بيزودوا لي الكاتيكولامين اكشن؟ والله بيمنعوا الابتيك بتاعهم فيزيد الاكشن بتاعهم عند الريسبتور هنا اهو. خلاص، طيب بيروح يحفز الانزيم اسمه البنموت. مسؤول ايه عن انزيم مسؤول عن ايه يعني انزيم بنموت؟ ده بيحول النور ادرينالين اللي مش هيفيدني في حاله الازمه الى ادرينالين هيفيدني في حاله الازمه. خلاص، لسه الكلام ده كله هنجمعه، بس لازم تفهم معايا بس الايه الحاجات دي. ممكن تعمل لي انهبيشن في الفوسفو داي استريز انزيم. هعمل انهبيشن في الفوسفو داي استريز انزيم بادويه عامله ازاي؟ قال لك والله اول فكره للادويه دواء اسمه الميثايل زنسين. دواء اسمه الايه؟ ميثايل زنسين. تاني فكره ادويه يا اولاد مجموعه ادويه اسمها الماس سيل ستابلايزرز. يبقى الاثنين بيبداوا بحرف الام. الادويه يا اولاد اللي هتعمل لي انهبيشن في الفوسفو داي استريز انزيم، اول عيله اسمها الميثايل زنسين، تاني عيله اسمها الايه؟ الماس سيل ستابلايزرز. الميثايل زنسين ده عباره عن دواء اسمه امينوفيلين.
ايه فيلين. احنا كنا مثبتين قاعده كده، لو حد لا قدر الله برضو فاكر قلت لك ان اي دواء اخره فيلين بيعمل لي انهبيشن في الفوسفو داي استريز انزيم، وخدها قاعده مني ماشي. طيب المهم نرجع تاني، ادويه هتعمل انهبيشن في الفوسفو داي استريز انزيم، من هم اول عيله ادويه اسمها الميثايلزانسين، دواء اسمه الامينوفيلين. تاني عيله ادويه اولاد اسمها الماست سيل ستابلايزرز، من اسمها ماست سيل ستابلايزرز. مين هم بقى الماست سيل ستابلايزرز دول يا اولاد؟ قال لك دواء اسمه كورموليون ودواء اسمه كيتو تايفين. كيتو تايفين بنحفظهم ازاي؟ كراميلا وتوفي. الماست سيل ستابلايزرز دول كراميلا وتوفي، كراميلا اللي هو الكورموليون، توفي اللي هو كيتو تايفين ماشي. يبقى كراميلا وتوفي وراها دماغ، كراميلا وتوفي. التوفي اللي هي الباستيليا اللي هي بين اللبانه والكراميلا كده، المهم يعني اللي ما عرفهاش مش ضروري. كراميلا وتوفي حاجه حلويات يعني، كراميلا اللي هو الكورموليون، التوفي اللي هو الكيتو ايه تايفين. خلاص يبقى الماست سيل ستابلايزرز كورموليون وكيتو تايفين، كراميلا وتوفي، كراميلا وتوفي. خلاص نخش بقى على الملحوظه اللي بعدها. تقريبا خلصنا الحاجات الصعبه يعني. نخش بقى الملحوظه اللي بعدها، الهيستامين. الهيستامين يا اولاد كان المفروض بيعمل لي برونكو كونستريكشن، خلاص ادي دواء يقفل الشغل بتاع الهيستامين. مين الدواء ده يا اولاد؟ التوفي الكيتوتايفين. ايه ده يعني؟ التوفي شغال شغلانتين. ايه التوفي ده؟ له شغلانتين. اول شغلانه هو ماست سيل ستابلايزرز، بيوقف الفوسفوداي استريز انزيم. تاني شغلانه ان هو انتي هيستامينيك. انتي ايه؟ انتي هيستامينيك، بيوقف شغل الهيستامين فيمنع لي الايه؟ البرونكو كونستريكشن. طيب في فاكرين الادينوزين؟ ادي الادينوزين اهو يا ولاد، كان برضو بيعمل لي برونكو كونستريكشن، خلاص اقفل شغل الادينوزين. هقفله ازاي؟ بالميثايل زنسين. ايه ده دكتور؟ طب كده الميثايل زنسين برضو ليها شغلانتين، اول شغلانه بيوقف الفوسفوداي استريز انزيم، تاني شغلانه ان هو بيوقف الشغل بتاع الادينوزين. اذا يبقى عندي الحاجتين دول اللي بيوقفوا الفوسفوداي استريز انزيم لهم شغلانتين، دواء اسمه الكيتو تايفين، ده انتي هيستامينيك. الميثايل زنسينز بيشتغلوا ايه؟ ان هم بيوقفوا لي الادينوزين اكشن. خلاص معلش هنجمع الحاجات دي في الاخر، خدها بس كده سبوراديك دلوقتي وهنجمعهم ان شاء الله في الاخر. خلاص الباراسمبثاتيك، احنا اتفقنا ان الباراسمبثاتيك يا اولاد كان بيعمل لي برونكو كونستريكشن صح؟ ادي الباراسمبثاتيك بيعمل لي برونكو كونستريكشن، خلاص وقف الباراسمبثاتيك. هوقفه ازاي؟ هدي ادويه اسمها الباراسمباسوليتيك. تسلم ايدك. هدي ادويه اسمها الباراسمباسوليتيك. بيني وبينكم الباراسمباسوليتيك الدور بتاعه في البرونكيال ازمه دور خفيف قوي 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 غير ملحوظ، فانت لما تدي دواء يقفل الباراسمباسوليتيك برضه هيكون دوره خفيف قوي 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 غير ملحوظ. فالباراسمباسوليتكس بنستخدمهم بس كادجفنت، ادويه مساعده. يعني ايه؟ احنا عندنا علاج اساسي، لسه نعرف الكلام ده، بس احنا عندنا علاج اساسي، ولو العلاج الاساسي ده فشل بنديله دواء ممكن يزود الاكشن بتاعه شويه. يعني انت بتدي دواء يشغل السمباثيك، الدواء ده ما قدرش او شغله ضعيف مش قادر ان هو يعالج الاعراض بتاعه المرض، خلاص ادي دواء جاي قافل الباراسمباثيك. فشغل الباراسمباثوليتكس يا اولاد ما بيتاخدوش لوحدهم، هما بيتاخدوا بس كادجفنت في الريفراكتوري كيسز بس. خلاص طيب. طب يا دكتور انا عندي الباراسمباثوليتكس كتير، منهم الاتروبين ومنهم عيله احسن من الاتروبين اسمهم بينتقوا بالمقطع تروبيوم. ابراهيم سايق عربيه تويوتا، لو حد فاكر حاجه يعني. احنا بنراجع الكلام ده تاني، المفروض ده كلام مشروح في الاوتونوميك بالتفصيل، بس احنا بنراجع الكلام ده تاني. في عندك حاجه اسمها الاتروبين يا اولاد، وعندك ادويه سيلكتيف اكتر اللي هم بينتقوا بالمقطع ايه؟ تروبيوم. ابراهيم سايق عربيه تويوتا، الابره تروبيوم والطاي تروبيوم ماشي. ابرا اللي هو الابره تروبيوم، وطايو اللي هو الطاي تروبيوم. خلاص طيب. ايه الفرق بينهم؟ انا بقول لك وخدها مني قاعده، ان الاتروبين ممنوع منعا باتا، ممنوع منعا باتا في حاله الايه؟ البرونكيال ازمه. اذا الاتروبين ده ممنوع منعا باتا في حاله البرونكيال ازمه. ليه؟ بيزود الحاله سوءا يا عم، زائد ان هو ملوش لازمه قوي يعني، هو بس جاي يأذيني وخلاص. اشمعنى يا دكتور؟ قال لك هنعمل مقارنه يا عم. نعمل مقارنه كده بين الاتروبين والابراتروبيوم. نبدا بالاتروبين. الاتروبين يا اولاد كان بيروح يوقف لي شغل السيليا، فاكرين؟ كنا بنرسم كده برونكاي، ادي البرونكاي اهي يا اولاد، واحد عنده برونكيال ازمه، ادي سيليا اهي، معلش بقى، ادي سيليا اهي، وعندك شويه
ميوكاس موجودين هنا. المفروض في الطبيعي ان السيلة دي بتتحرك وانت بتفضل تكح عشان اطلع الميوكاس ده بره، عشان اطلع الايه الميوكاس ده بره. يجي انت اديت اتروبين، الاتروبين هيعمل لك شويه برونكو دايليتيشن يا عم، ماشي كتر خيره. ودي الحسن الوحيده اللي بيعملها، ان هو بيعمل لي شويه برونكو دايليتيشن بس. بيجي يعمل لي ايه الاتروبين يا اولاد؟ بيجي يوقف شغل السيليا. فلما يوقف شغل السيليا، هل الميوكاس ده هيخرج بره؟ لا، مفيش حاجه تقدر تخرجه بره. فالميوكاس ده يقوم جاي نازل تحت في اللنج. مش انت عملت برونكو دايليتيشن؟ اه، بس قفلت السيليا، فالميوكاس ده جاي نازل تحت في اللنج، يقع لك في اللنج يا معلم، يعمل لك حاجه اسمها اللنج ابسس، او يعمل لك نيمونيا انت ونصيبك. خلاص. طيب، يبقى اهم مشكله بيعملها الاتروبين ان هو بيعمل انهبيشن في السيليا، بيعمل لي انهبيشن في تنظيف الميوكاس باي السيليا. بنسميه المصطلح ده ايه؟ ميوكو سيلاري كليرانس، تنظيف الميوكاس باي السيليا. خلاص. يبقى الاتروبين بيعمل لي انهبيشن في السيليا او باراليز في السيليا، بنسميه انهبيشن في الميوكو سيلاري كليرانس، ودي اهم عيب للاتروبين. تاني عيب يا اولاد الاتروبين ان هو ليس سيلكتيف. يعني ايه كلمه ليس سيلكتيف؟ بيقفل ام 1 وام 2 وام 3، هو بيشتغل على كل الريسبتورز الماسكرينك اللي موجود على الجسم، فبيعمل لي سايد افكت اكتر، ليه رهان بتقابل خطيبها. تالت حاجه يا اولاد، ان انت عايز حاجه تشتغل على مستوى البرونكاي، يعني انت تاخد حاجه عن طريق التنفس او باي انهاليشن كده يا اولاد، تروح تشتغل على البرونكاي بس. قال لك لا، الاتروبين ده ما بيقعدش في البرونكاي اصلا، بيمتص بسرعه جدا 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 جدا. ليه؟ لان كميته كانت تيرشري امين، كميته تيرشري امين، اذا هو هيمتص بسرعه جدا، فيعمل لي سايد افكت خطيره جدا. اذا الدواء ده يا اولاد ممنوع منعا باتا في حالات البرونكيال ازمه. اشمعنى يا دكتور؟ عندك الاسباب اهي مكتوبه عندك ومرسومه عندك اهو. اول سبب يا اولاد بيوقف حركه السيليا، فلما اعمل انهبيشن في السيليا يا اولاد انت مش هتعرف تنظف الميوكاس، فالميوكاس ده هيقع لك تحت في اللنج، فيعمل لك ايه مشاكل كتير. تاني حاجه يا اولاد ان هو لسه سيلكتيف، ما بيشتغلش على الريسبتور اللي هو الام 3 بس، لا ده بيقفل لي كل الريسبتورز الماسكرينج. تالت حاجه ان هو ترش امين، ما بيقعدش في البرونكاي، لا ده بيمتص بسرعه، بيمتص سريعا، وبالتالي انا ما بلحقش استفاد منه. طيب، الادويه بقى اللي بتنتهي بالمقطع تروبيوم، ايه مميزاتها عن الاتروبين؟ اول حاجه هو ليتل افكت اون السيليا، ما بتاثرليش على السيليا. تاني حاجه ان هما مور سيلكتيف ولونج اكتنج. مور سيلكتيف ما بيشتغلوش غير تقريبا على الريسبتورز اللي موجوده على البرونكاي. خد الكبيره، هما الادويه دي يا اولاد كواترناري اماين. يعني كلمه كواترناري اماين؟ قال لك والله ما بتمتصش، يعني بتمتص بس بور ابزوربشن، بتفضل هنا في البرونكاي فتره طويله قوي، وبالتالي مش هتمتص، وبالتالي مش هتاثر لي على الاذر اورجانز. انا عايزه تشتغل على مستوى البرونكاي، فهتشتغل على مستوى البرونكاي بس، مش هتمتص، مش هتاثر لي على الاذر اورجانز، وبالتالي ليس سايد افكت. خلاص. طيب، السمباثيك بقى، ممكن السمباثيك ده بيعمل لي برونكو دايليتيشن، فانت هتدي دواء يشغل لك الايه السمباثيك، خصوصا يعني البيتا 2. يعني هو المفروض نكتب هنا بيتا 2. خلاص. طيب، مين هم بقى اللي هيشغلوا البيتا 2 اللي هيعمل لي برونكو دايليتيشن ده يا اولاد؟ السمباثيكس بنقسمهم، لسه مقسمهم لك دلوقتي، الى ادرينالين، ده نون سيلكتيف. قلت لك ليه ما كتبناش نور ادرينالين؟ عشان الادرينالين ده هو اللي بيشتغل على البيتا 2، انما النور ادرينالين ما بيشتغلش على البيتا 2. فكان مصلحه انك تدي كورتيزون. اشمعنى؟ الكورتيزون بيحفز انزيم اسمه بنموت، والانزيم ده يا اولاد هو اللي بيحول النور ادرينالين الى ادرينالين. نور ادرينالين ملوش لازمه في الازمه، انما الادرينالين هو ده اللي بيفيدني. تمام. طيب، الايزوبرينالين، لسه قايل لك ده نون سيلكتيف بيتا اجونست، بيشتغل لي على كل البيتا. ده فيه عيب، ايه هو العيب بتاعه؟ ان هو بيروح يشتغل على البيتا واحد، وانا مش ما تلزمنيش يعني البيتا واحد، فبيعمل لي شويه تاكي كارديو، ويعمل لي انجينا وبالبيتيشن اريزميا. انما الادويه بقى السيلكتيف، التخصص حلو، قلت لك ان في شورت اكتنج يا اولاد، الاس ده اللي هو السالبيوتامول، والتي اللي هو التربيوتالين. شورت اكتنج قلت لك بيكون فيه في النص كده المقطع بيوتا، سالبيوتا وتربيوتا، شورت اكتنج سيلكتيف بيتا 2 اجونست. انما عائله الحاج مترول، الحاجات اللي بتنتهي بالمقطع مترول، بنسميهم اللونج اكتنج او السيلكتيف بيتا 2 ايه اجونست، دول عائله الحاج ايه؟ عائله الحاج مترول. خلاص. نشرح الصفحه الجايه وبعد كده ايه نتوقف للصلاه. النقطة اللي بعدها يا ولاد، احنا كنا اتفقنا ان في نوع من انواع الازمة سببه حساسية. تعالوا نشوف بس كده الحساسية ازاي بتحصل. كلام متعاد من المايكرو، نكبر بس الصورة عشان تشوفوا.
بص، اول حاجه في انتيجين بيخش كده جوه الجسم، فلنفترض مثلا انه حبوب اللقاح، ماشي، انتيجين اهو دخل جوه الجسم. الانتيجين ده يا اولاد بيروح يحفز البيتا سيلز ان هي تصنع لي حاجه اسمها الاميونو جلوبولين اي. يبقى انتيجين دخل جوه الجسم هيحفز البيتا سيلز ان هي تصنع لي الاميونو جلوبولين اي. بعد كده الاميونو جلوبولين اي بتروح تمسك في السطح بتاع الماست سيلز او البيزوفيلز. يبقى خد بالك بقى، انتيجين حفز البيتا سيلز او البي ليمفوسايت يعني ان هي تصنع الاميونو جلوبولين اي. الاميونو جلوبولين اي يا اولاد راحت مسكت في الماس سيلز اند البيزوفيلز، ده الفيرست اكسبوجر. كده حصل سنسيتايزيشن، الجسم ما حصلش اعراض لسه بس حصل سنسيتايزيشن، الجسم كده بقى حساس ضد هذه الماده. الماده لما تيجي تخش مره تانيه سكند اكسبوجر، الماس سيل هتفرقع، هيحصل حاجه اسمها الديجرانيليشن. ادي الانتيجين اهو جه مسك بقى، مش لسه بقى حافظ دي سيلز، لسه الاميونو جلوبولين بتاعه، الاميونو جلوبولين اي بتاعه خرج اهو موجود على الماس سيل او البيزوفيل، فبيروح مباشره كده يمسك في الاميونو جلوبولين اي. مسك في الاميونو جلوبولين اي يا اولاد بيزود الكالسيوم جوه الخليه، فهيحصل دي جرانيوليشن. الدي جرانيوليشن اهو فرقعت فطلعت البهاريز اللي جواها، ايه هي؟ الهستامين والسيروتونين والكاينين والبروستاجلاندين والليكوترينز. عايز تحفظهم احفظهم، اهم واحد اهم ثلاثه فيهم الهستامين والسيروتونين والليكوترينز. خلاص طيب، يبقى تاني كده مع بعض ده كده بسرعه، بقول لك ان الانتيجين لو اول مره يخش جوه الجسم مش هيعمل لي مشاكل، هو المشاكل بس بتحصل مع المره الثانيه او الثالثه او الرابعه يعني، بس مش اول مره. الانتيجين اهو يا اولاد داخل جوه قام حفز لي البي سيلز او البي ليمفوسايت يعني، فالبي ليمفوسايت صنعت لي اميونو جلوبولين نوع اميونو جلوبولين اي. الاميونو جلوبولين اي بيروح يلزق في ريسبتور موجود ليه عن على الماس سيل او البيزوفيلز، بقى حصل حاجه اسمها سنسيتايزيشن موجود على الماس سيل او البيزوفيل. الانتيجين لو دخل مره ثانيه هيلاقي الاميونو جلوبولين اي موجود على سطح الماس سيل او البيزوفيل، فبيمسك فيه هنا. اول ما يمسك هنا الكالسيوم بيزيد جوه الماس سيل والبيزوفيل، واحنا اتفقنا الكالسيوم لو زاد جوه الخلايا هيحصل ايه؟ دي جرانوليشن، هيطلع هيستامين وسيروتونين وليكوترينز. عايز تحفظ الباقي احفظه. خلاص طيب، بص كده انا هدي مجموعه ادويه يا اولاد توقف لي هذه الكاسكيد. زي ايه؟ زي الكورتيكوسترويد. انت تعرف ان الكورتيكوسترويد يا اولاد اميونو سبريسيف، بتقلل لي المناعه صح؟ ما هي بتقلل لي تحويل البي سيلز الى انتي بوديز، فهي بتقلل لي الانتي بودي فورميشن. مش بس كده، لا ده بتقلل الانتي بودي لو كانت صنع اصلا، بتقلل الانتر اكشن بينه وبين الماس سيل والبيزوفيل. يعني الكورتيكوسترويد بتقلل المناعه بطريقتين. اول حاجه يا اولاد البي سيلز بتمنع البي سيلز انها تتحول لانتي بودي، فبتمنع الانتي بودي فورميشن. تاني حاجه بتمنع الانتي بودي انتر اكشن وذ الايه؟ وذ الماس سيلز. في دواء يا اولاد، دواء اسمه الاوماليزماب. اسمه ايه؟ اوماليزماب. اخره ايه؟ اخره ماب. واحنا اتفقنا اي دواء اخره ماب اذا هو مونو كلونال. الكتابه بالبتاع شلل اقسم بالله. مونو كلونال انتي بودي اهو، اي دواء اخره ماب مونو كلونال انتي بودي. حاول تترجم بقى، يبقى حاجه اسمها ايه؟ مونو كلونال انتي بودي. يبقى الاوماليز ماب يا اولاد ده جاي عن طريق حاجه اسمها مونو كلونال انتي بودي. بيعمل لي ايه يا اولاد؟ انت مصنع انتي بودي من بره، هيجي يمسك في الانتي بودي اللي جوه اللي هو الاميونو جلوبولين اي، فالاثنين هيمسكوا مع بعض يا اولاد. بمعنى اخر الاثنين هيبوظوا بعض. يعني ايه برضه مش فاهم؟ يعني الاميونو جلوبولين اي ده يا معلم مش هيعرف يجي يمسك في الماست سيل او البيزوفيل، وبالتالي انت كده بتمنع حدوث هذا المرض. يبقى خد بالك الاوماليزماب ده بيشتغل ازاي يا اولاد. الاوماليزماب ده مونوكلونال انتي بودي، مونوكلونال انتي بودي، مونوكلونال انتي بودي بيجي يمسك في الانتي بودي اللي جوه اللي هو الاميونو جلوبولين اي، فيمنع الانتر اكشن بينه وبين الماست سيل البيزوفين. يعتبر احنا كده خلصنا، احنا نقرا بس، خلصنا شرح، احنا نقرا بس الحاجات اللي اتشرحت، نجمعهم. تجميع بقى الميكانيزمات اوف اكشن، الكورتيكوسترويد لسه التحشيشه دي هنعرفها، لسه هناخدها في الفيديو الجاي، نقسمه بقى فيديو هنا عشان الصلاه، بقول لك بودي وثلاثه بياكلوا فلاوله في البيت هنعرفها. بس نشوف بس كده الميكانيزم اوف اكشن، نجمع كده يا معلم. الكورتيكوسترويد كانت بتعمل ايه؟ قال لك والله من الرسمه الاولانيه كانت بتزود لي اللايبوكورتين، فتعمل انهبيشن في الفوسفولايبيز اي 2، فمفيش اراشيدونيك اسيد بتصنع، فمفيش لابروستاجلاندين بيتكون، فبنمنع الانفلاميشن، ومفيش ليكوترينز بيتكون، فبالتالي بمنع الازمه. كان الكورتيكوسترويد بتروح بنفسها كده ساعه ما بتخش جوه الخلايا، تروح تحفز الادينال سايكليز، فتزود لي السايكليك ام بي والسايكليك جي ام بي. وبمعنى اخر يعني الكالسيوم هيقل جوه الماس سيل، فيحصل ماس سيل استابلايزيشن، فانت كده بتمنع حدوث الازمه. يعني تشتغل كبروفلكسز، ويزيد في البرونكاي، فبيعمل لي برونكو دايليتيشن، فانت كده بتعالج الاكيوت اتاك بتاعت الايه؟ الازمه. خلاص
كان بيشتغل كان دايركت سيمباسوماتيك فاكرينها؟ اه، كان بيمنع الابتيك بتاع الكاتيكولامينز ويحفز الانزيم اسمه البنموت. البنموت ده كان بيزود تحويل النور ابنفرين تو ابنفرين، فبالتالي في الحالتين دول يعني اندايركت سيمباسوماتيك هيعمل لي برونكو دايلاتيشن، وبالتالي هيستخدم في تريتمنت اوف الايه البرونكال ازمه. والله كان اميونو سبريسيف، لسه شارحها لك هنا، كان اميونو سبريسيف بيقلل الاميونيتي فيقلل لي الالرجيك رياكشن، لو في حساسيه هو بيقلل الايه، فهو انتي اميونو سبريسيف او انتي الرجيك ايه دراج، بيقلل الايه الحساسيه. ازاي يا دكتور؟ قال لك والله بيقلل الانتي بودي فورميشن والانتيجين انتي بودي رياكشن، اهو كان بيقلل الانتي بودي فورميشن، تحويل البي سيلز الى اميونوجلوبين اي، بيقلل الانتي بودي فورميشن ويقلل الانتر اكشن بين الاميونوجلوبين الوي الماسل سيل والبيزوفي، خلاص يبقى بين انهبيت الانتي بودي فورميشن وانتيجين انتي بودي ايه رياكشن، خلاص. طيب قال لك والله بيقلل الكابيلاري اديما، فاكرين يا اولاد الرسمه دي؟ اه، كان في هنا اديما صح، وانفلتريشن عشان برميابيليتي زي ده والكلام ده كله صح. اه، قال لك هو بقى بيقلل الموضوع ده ازاي؟ قال لك مش هو كان بيزود الكاتيكولامينز؟ اه، كان بيزود الكاتيكولامينز يا دكتور. اه، يبقى هو قلل المديتورز، عمل ماسس ستابلايزيشن، فقلل الفازو دايليتيشن، فقلل البرميابيليتي. مش بس كده، لا ده زود لي الكاتيكولامينز، والكاتيكولامينز عملت لي فازو كونستريكشن. يبقى ازاي يا دكتور اقلل الاديما او اقلل الانفلتريشن؟ ازاي يا دكتور؟ قال لك والله اللي كان عامل لي الاديما واللي كان عامل لي الانفلتريشن دي المديتورز اللي كانت بتطلع، كانت بتعمل لي فازو دايليتيشن فتزود البرميابيليتي يحصل الاديم، خلاص. إيه، انت قللت المديتور فقللت الفازو دايليتيشن فقللت الاديم، سهله اهي. طيب بس كده يا دكتور؟ قال لك لا، انت مش زودت السمباثيك؟ قال لك اه زودت السمباثيك، السمباثيك هيروح يعمل لك فازو كونستريكشن، فلما يحصل فازو كونستريكشن هتقل الايه، هتقل الاديم. نخش على النقطة اللي بعدها، ماس سيل ستابلايزرز. الماس سيل ستابلايزرز يا ولاد من اسمهم بيشتغلوا على مستوى الماس سيل بس تقريبا. مين هم فاكرين ماس سيل ستابلايزرز؟ انا اقول لك ماس سيل ستابلايزر تقول لي كراميلا وتوفيل، الكرومولين والايه والكيتو تايفين. الكرومولين ده يا ولاد ليه اسم تاني اسمه صوديوم كرموجلايكيت. يا عم في كرومولين في كراميلا في الموضوع، خلاص هو تبعه يعني كرومولين وايه وكيتو تايفين. فاكرين الكيتو تايفين كان له شغلانتين ده، خلاص. الماس سيل ستابلايزر بيشتغل ازاي؟ اهم كلمة بقى، هم شو ماس سيل ستابلايزر؟ اهم كلمه هي الكلمه دي، سيلكتيفلي. سيلكتيفلي بينهبت، كانوا بينهبت الفوسفودايستريز انزيم ماشي، بس سيلكتيفلي في الماس سيل، خلاص. يبقى سيلكتيفلي بينهبت الفوسفودايستريز انزيم في الماس سيل فقط، فيزيد السايكليك ام بي في الماس سيل فقط، ويقل الكالسيوم في الماس سيل فقط. انت ليه عمال تكررها كده؟ تعرف ماشي، سؤال اكسبلين يعني ماشي. يبقى هو سيلكتيفلي انهبت الفوسفودايستريز انزيم ان ماس سيلز اون، فيزيد السايكليك ام بي، وبالتالي هيقل الكالسيوم، فيحصل ستابلايزيشن اوف ماس سيل، ما عادش بيحصل، ما عادش بيحصل فيها دي جرانيوليشن، وبالتالي بيستخدم في البروفيلاكسز. مش انت بتمنع خروج ميديتورز يا معلم؟ اه، يبقى انت بتستخدم في البروفيلاكسز بتاع الازمه صح؟ مش هادي الرسمه بقى تاني، اضم تمنع خروج ميديتورز، بتمنع تراكم ميديتورز، فتمنع حدوث الاكيوت اتاك، وبالتالي انت كده بتستخدم في منع حدوث الايه الازمه. هو بقى ما بيستخدمش في الاكيوت اتاك، وده سؤال اكسبلين. هتقول له ايه ليه ما بيستخدمش في الاكيوت اتاك؟ والله احنا لسه قايلين الميكانيزم اوف اكشن بتاعه. هل المص سيل ستابلايزرز اللي هو الكراميلا والتوفي بيعملوا له برونكو دايليتيشن؟ لا، ده كانوا بيزودوا السايكليك ام بي في المص سيل بس، مش في البرونكاي. قال لك هم نوت برونكو دايليتور، ما لهمش علاقه بالانتي بودي. يعني لو الميديتورز خرجت، الميديتورز لو خرجت هم ما لهمش علاقه بيه. يعني ايه؟ قال لك اهم بص، يعني ما بيستخدموش في الاكيوت اتاك. اشمعنى؟ قال لك والله ما بيستخدموا في البروفيلاكسز. يعني كلمه بروفيلاكسز؟ نركز كده مع بعض يا اولاد، احنا نجيب الرسمه تاني. الادويه دي يا اولاد بتمنع الفرقعه بتاعه الماس سيل، بتمنع الفرقعه بتاعه الماس سيل، بتعمل ستابلايزيشن لغايه هنا عند النقطه دي. الادويه دي بتعمل ستابلايزيشن. طب افرض الميديتورز خرجت، الميديتورز اول ما تخرج يبقى انت كده عندك حصل اكيوت اتاك. هل هم ليهم علاقه بالميديتورز لما تخرج؟ لا، هم بيفضلوا محافظين عليها، بيفضلوا محافظين عليها، بيفضلوا محافظين عليها جوه الماس سيل. طب افرض حصل لا قدر الله والماس سيل دي فرقعت والميديتورز خرجت، هل ليهم علاقه بيهم؟ لا. هل بيروحوا يعملوا برونكو دايليتيشن؟ برضه لا. هل بيقللوا الانتيجين انتي بودي رياكشن عشان يمنع اللي هو الايديما والانفلتريشن والكلام ده كله؟ برضه لا، خلاص. يبقى هم نو برونكو دايليتيشن، ما بيعملوش برونكو دايليتيشن، ما لهمش علاقه بالريليست ميديتورز، ما بيقوم ما بيكسوش الاكشن يعني بتاع
الريليز ميديتورز، ما بيعملوش انهيبيشن في الفورميشن بتاع الانتي بوديز او الرياكشن بتاعه خلاص. طيب يبقى هم ماسل سيل ستابلايزرز. الماسل سيل ستابلايزرز هم مين يا اولاد؟ الكراميلا والتوفي كورمولين وكيتو تايفين. افتكر بس ان الكيتو تايفين له شغلانتين، لسه ما قلتش الشغلانه الثانيه، بس نبدا كده الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم. والله من اسمهم هتفتكر ان هم سيلكتيف على الماسل سيل بس، بيروحوا يعملوا انهيبيشن في الفوسفودايستريز انزيم في الماسل سيل بس. فلما اعمل انهيبيشن في الفوسفودايستريز انزيم، تراجع بس المخططات بتاعتك وان شاء الله تيجي على الصفحه دي هتلاقي نفسك الدنيا مظبطه معاك. بيعملون انهيبيشن في الفوسفودايستريز انزيم. فلما اعمل انهيبيشن في الفوسفودايستريز انزيم يا اولاد، كان هيزيد السايكليك اي بي. فلما يزيد السايكليك اي بي هيقل الكالسيوم، كلام واضح ماشي. فيحصل ستابلايزيشن للمصل سيل ما عادتش هتفرقع، فانت كده بتمنع حدوث البرونكال ازمه. دكتور انا بشتغل في البروفيلاكسيس بس، ماليش علاقه بالاكيوت اتاك ليه؟ ويبدا وانت بتعمل برونكو دايليتيشن. لا يا دكتور. طب لو الميديتورز خرجت، هل انت ليك علاقه بيها تمنع يعني البرونكو كونستريكشن اللي يحصل؟ قال لك لا برضه يا دكتور. قال لك هل ليك علاقه بالانتي بودي وتمنع الاديمه وتمنع الانفلتريشن؟ قال لك لا خلاص. طب الكيتو تايفين، الكيتو تايفين ليها اديتيف اكشن كده يا اولاد، ان هو بيشتغل كانتي هيستامينيك. طب ده ميزه ولا عيب؟ له ما له وعليه ما عليه. بيني وبينك هو عيب يعني، كلمه له ما له وعليه ما عليه دي برضو مش 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 قد كده، بس هو عيب. ليه؟ لان الهيستامين يا اولاد بيلعب دور مينيمم في حدوث الازمه. الهيستامين مش هو اللي مش هو الاساس في البرونكال ازمه، مش هو الاساس في البرونكال ازمه، الاساس هو الليكوتراين ماشي. فالكيتو تايفين بيقفل الهيستامين، هو انتي هيستامينيك ماشي، دي ميزه ان هو يمنع او يعمل لي يمنع لي شغل الهيستامين شويه، بس العيب بتاعه ان هو بيعمل لي سيديشن. يعني كلمه سيديشن دوخه وعاوز ينام. طب ده ينفع كدواء في واحد سواق عنده ربو شعبي؟ قال لك لا، لذلك لا يستخدم في السواقين. اشمعنى بيعمل لي سيديشن يا عم؟ وسيديشن احنا اتفقنا دراوزنس and sleepiness. الراجل ده ممكن ينام على الطارة ويعمل ايه؟ ويعمل حوادث كتير خلاص. يبقى كده خلصنا الايه؟ خلصنا الميكانيزمات اوف اكشن بتاعه الكورتيكوسترويد والماسل ستابلايزرز. معلش هو الموضوع تحسه سايح او تقيل شويه، لما تيجي تقراه وتقرا المخططات اللي احنا كنا رسمناها في الاول الدنيا هتظبط معاك شويه يعني خلاص. اخر صفحه بقى عشان نمشي، حاجه اسمها الميثايلزنسين. ازوم لك الميثايلزنسين، كان الميثايلزنسين والماسل ستابلايزرز الاثنين دول كانوا بينهبطوا الايه؟ الفوسفودايستريز انزيم. فده بينهبط برضو الفوسفودايستريز انزيم، فيزود للسايكليك اي ام بي، وبالتالي هيقل الكالسيوم اللي في البرونكاي والماسل. في البرونكاي هيعمل برونكودايليتيشن، فانا عالج الازمه. الماسل يحصل ستابلايزيشن، فبس بيشتغل كبروفلاكسس في الازمه، كلام بقى متعدبق خلاص. كان له شغلانتين، ده برضو ان هو بيروح يوقف الادينوزين ريسبتور، فبيعمل لي برونكودايليتيشن. دي هتنساها يا معلم، دي هتنساها خلاص. ان الميثايلزنسين يا اولاد بيحسن الدايفراجماتيك كونتراكشن. فلو واحد عنده هايبوكسيا، الجسم بتاعه ما بيتمددش، قصدي الصدر بتاعه ما بيتمددش كويس، فبتدي له الميثايلزنسين. الميثايلزنسين ده بينه وبينكم بيستخدم في السيفير كيسز بس، لانه ليه اعراض جانبيه كتير، وهو دواء نار وسيفتي مارجن، فاحنا بنستخدمه في السيفير كيسز بس. حاله كده خطيره لسه هنتكلم عنها برضو، حاله كده خطيره، فانت بتقوم جاي مدي الايه؟ الميثايلزنسين. الدواء اللي بعد كده دواء اسمه الزايليوتين، لو تفتكر في المخطط الزلطه والصابونه اللوكس وبتاع، الصابونه اللوكس شبه الزلطه. فالزايليوتين يا اولاد بينهبت اللوكس اللي هو اللايبو اوكسجينيز انزيم، فينهبت تصنيع الليكوترينز، وبالتالي بيساهم في البروفيلاكسس بتاع الازمه، بيمنع حدوث الايه؟ بيمنع حدوث الازمه. اللوكاست سواء مونتي لوكاست او الزفير لوكاست، كنا اتفقنا ان كلمه لوكاست يعني الليكوترين ريسبتور انتاجونست، فهو الليكوترين ريسبتور انتاجونست، فبيستخدم في البروفيلاكسس بتاع الازمه. الاوماليزماب، لو حد فاكر الاوماليزماب ده عباره عن ايه؟ الكلام ده كله احنا مخلصينه، والمفروض يعني لسه شارحينه، اقسم بالله انا مش بقرا، احنا لسه شارحين الكلام ده. الاوماليزماب، المونوكلونال انتي بودي. المونوكلونال انتي بودي كنت بدي انتي بودي من بره عشان يمسك في الانتي بودي اللي جوه اللي هو الاميونوجلوبولين اي، فانهبت ان هو يروح يمسك في الماسل سيل والبيزوفيل. البيتا 2 اجونست، كانوا بيشتغلوا على البيتا 2، هي نوعها ايه البيتا 2 دي يا اولاد؟ نوعها جي اس بايند تو البيتا 2 ان برونكاي. انا نسيت بس اكتب ان البيتا 2 ده نوعه ايه؟ جي اس خلاص، على امل انك عارف يعني. فيحفز لي الادينايل سايكلز انزيم. الادينايل سايكلز انزيم لما يزيد هيزود السايكليك اي ام بي، وبالتالي هيقل الكالسيوم، فيحصل ايه؟ برونكو دايليتيشن. الاتروبين والابراتروبيوم والتايتروبيوم دول كانوا انتي ماسكرينيك او ادويه بتقفل الباراسمباثيك باراسمباثوليتيك يعني، فبيقفلوا الام 3 ريسبتورز اللي موجود على البرونكاي، فينهبت الباراسمباثيك انديوسد برونكو كونستريكشن، بات ات بلايز مور رول ان ايه؟ برونكال ازمه. قلت لك ان الباراسمباثيك يا اولاد بيلعب دور صغير جدا 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 في البرونكال ازمه، لذلك الادويه اللي هتقفل
بتعمله هتلعب برضو دور صغير جدا 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 في البرونك الازمه، لذلك تستخدم كادجفنت دراج، ادويه مساعده فقط. خلاص بتزود، لو كتب لك الميكانيزم في اكشن بتاع الاتروبين فانت بتزود العيب بتاع الاتروبين اللي هو بينهبت الميوكوسيركليانس فيعمل درايف فيسد اسبيوتم، ما تقدرش انك تكحه او تخرجه بره الجسم اللي هو ديفيكالت تو بي اكسبول، فيحصل له ريتنشن ينزل لي في اللنج فيعمل لي لنج ديزيز زي لنج ابسس او نيمونيا او انت ونصيبك يعني. خلاص اتمنى كده الموضوع يكون واضح. احنا كده خلصنا تقريبا نص الموضوع بتاع البرونك الازمه، هنيجي بس نقرا الادويه. الادويه مش فيها كلام بس صعب فيها اسماء اسماء البريبريشنز يعني. اروح اصلي ونرجع تاني.